صاحب يعني اداء قوي احمد فتحي، لكن امامنا هو الكره على القاعده ولعبها على القائم الاول عشان حد يلمس. شوف حضرتك ابو تريكه، ابو تريكه لكن ما لمسها ابو تريكه وكان مكمل جده، والكوره تاخد طريقها للمرمى. وادي امامنا الكوره اللي خدعت حارس المرمى ابو تريكه. بركاته تحل في هذه اللقطه، في غياب بركات طبعا، بركات ابو تريكه في هذه اللقطه يعني الهجمه.